وانا على فكره كمواطنه لبنانيه نازله باي حزب ولا شيء، ما بدي طائفيه. ليش؟ ما ديني بيني وبين ربي، مش بيني وبين العالم، انا ما بيهمني. بالعكس، بس شافوا ان الشعب توحد ووقف كله ايد واحده، ما بده طائفيه، هن هالقد كسر راسهم. هن بدهم يعملوا طائفيه بالبلد، هن اللي بدهم ينزعوا البلد وما حيطلع لهم. اليوم ما بخفيكم، وصلت لطريق مسدود، وصار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة. رئيس الحكومة كانت كتير منيحة، أول شيء كتير منيحة. هذا الشعب بده إياه، هذا هو الشعب اللي بده إياه. هلا كلهم يلحقوه، الحرامية البقية كل. أول شيء باستقالة الحكومة بدي هني الثوار كخطوة أولى، وبدي هني الشعب اللبناني. بعدين أكيد في خطوات تانية بدنا نقوم فيها.